المنتخبات حسمت التأهل ديالها لربع نهائي كأس أمم أفريقيا توتال إنرجي. كيفاش كان التفاعل مع تأهل ديال هاد المنتخبات؟ هاد الشي اللي غنشوفو في حلقة اليوم من هاشتاق الكان. أهلا بكم. البداية غادي تكون مع المنتخب التونسي اللي غادي يواجه بوركينا فاسو في ربع النهائي. هاد المباراة اللي تختار لها طاقم تحكيمي من بينهم ثلاثة ديال المغاربة، وكيتعلق الأمر بكل من رضوان جيد، عادل زراق وفتيحة الجرمومي. من بعد ما كان اللاعب أشرف حكيمي متواجد في التشكيلة المثالية لدور المجموعات، الآن كيعود وكيسجل حضوره ضمن التشكيلة المثالية لدور الثمن النهائي كأس أمم أفريقيا، لكن هذه المرة معاه اللاعب عمران لوزا. من بين المقاطع اللي حققت نسب مشاهدة كبيرة خلال الساعات الأخيرة، مقطع فيديو كيوثق فرحة ديال المنتخب الغامبي من بعد التأهل ديالو على حساب غينيا للربع النهائي، واللي غادي يواجه في هذا الدور منتخب الكاميرون. أما المقطع الثاني فهو كيخص لاعب سيراليون موسى طومبو، واللي تلقى سيارة كهدية من عند رئيس البلاد، وذلك من بعد ما سجل الهدف التاريخي ديالو في الكان. أما هذا المقطع فغنشاهدوا فيه بعدسة البطولة ملعب أحمد وايدجو، واللي احتضن جميع مباريات المنتخب المغربي، واللي غيحتضن كذلك مباراة المغرب ومصر في ربع النهائي، وكذلك السنغال وغينيا الاستوائية. من بين الأخبار اللي أثارت الجدل خلال الساعات الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تداولت بشكل كبير، هو تعافي لاعب المنتخب التونسي الشعلالي من فيروس كورونا، وذلك من بعد 24 ساعة من ثبوت إيجابية المسحة الطبية اللي جراها هذا اللاعب. ودائما مع تونس، لكن هذه المرة مع مدرب المنتخب، واللي قال في تصريح: واجهنا ظروفا لا تتحملها الجبال وجئنا للكاميرون لكتابة التاريخ بحروف من ذهب. مسابقة توقعات أفضل لاعب كانت بخصوص مباراة مصر والكوت ديفوار، واللي فاز بها كل من حميد وعبد الله اللي كانوا أصحاب التوقع الصحيح عبر صفحاتنا في الفيسبوك والإنستغرام. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ما تنسوش تتابعونا عبر صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. الحلقة المقبلة غادي تكون بعد ساعات، وغتكون خاصة بمباراة المنتخب المغربي ونظيره المصري. إلى اللقاء. We'll be right back.